بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن انا جاي بتكلم من قدام اسم شرطه العالمين في زياره لجنينة احمد فتوح لسه مخلصينها. اول حاجه انا بشكر صراحه كل الناس اللي شغاله في القسم، بدا من فتش المباحث ومن رئيس المباحث وزير المعلومات، ناس كلها على اعلى مستوى من الوظيفه ولا كلام. ناس بتتعامل، انا شفت تعامل مع ناس هو الاسم العالمين معاملة محترمة جدا تليق بضباط الشرطة وتليق بالمواطن. أنا اطمنت على أحمد فتوح الحمد لله بخير، قلت له إيمانك بربنا نمرة واحد، وهنفترض الحادثة دي كنت أنت ممكن رحت فيها فربنا فداك. اثنين، ضميرك من ناحية المتوفى الله يرحمه مطلوب التصالح والدية، وأعتقد إحنا في طريق من ده إن شاء الله بإذن الله، لأن ربنا قال لما في القرآن الكريم نودية خلاص ربنا يفك أزمته، كلنا معرضين لده. وأنا كان يهمني رقم واحد أهل مدرسي يكونوا مرضيين، وأتمنى أنه يتم إن شاء الله أعتقد ربنا يعني من التصالح والتنازل، وبعدين هنروح لسيادة القاضي الجليل أتمنى أن يرى يعني بعين الرأفة ويشوف ان فتوح ده شاب صغير 23 سنة وزي ابنه من ولاده وكلنا بنرحم. انا بس لفت نظري بالمناسبة، يعني انا عارف ان الكابتن ميدو زملكاوي، جيت زرت فتوح كده ادعو نقول له فين الرموز ولا حد، فين ايمن يونس ولا الهوا، تقول زرود انتوا كلكم هنا على بعد امتار منه كلكم بتسافروا هنا، لا 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 احنا ما نعرفوش يا جماعة، اللي ما يجيش يبان في الأزمة ما يبقاش عنده أصل. الواد اللي كتب 10 مليون وأنا بصراحة جاي أستلم 10 مليون من الاسم، أي كلام وأي اللي بتاع دلوقتي فعلاً. وأنا حققت في الموضوع، الأخ رئيس الموقع جاب الولد ينزل الخبر، طلع تباين اللي عامل الخبر ده هو المصدر بتاعه ممدوح عباس، مصدره ممدوح عباس. أنا بس عايز أقول لميدو حاجة، أنا قريت له تعليق كده صفحته انه ازاي انتوا بتقولوا على هنيه ده شهيد وقعد يشتم في الفلسطينيين، انت ذكر يا تمام، بتقول ان اللي قتل النانسي هو اسماعيل هنيه. طب انا بقول لك بقى معلومه في النيابه وفي المحكمه خلاص، ولو راجل وريني هتعمل ايه، واتعمل فيلم ومسلسل اللي قتل الشهيد المنسي خيرت سامي السوكي، تاني خيرت الارهابي اللي كان ظابط اسمه خيرت سامي السوكي، مش انا اللي قلت، تحياتي النيابه المحكمه الخبرات امن الدوله، خلي بالك اتعمل فيلم ومسلسل خيرت سامي السوكي. مين خيرت الظابط ده بقى؟ مين هو؟ ابن اللواء اللي كان بيزور الانتخابات من ايام ما كان رئيس باحث اسمه سامي السوكي. اول ما عرفت من الشركه المتحده اللي معاهم المسلسل ان خيرت ابن سامي السوكي هو كان نائب مدير امن النادي عندنا في الزمالك، طردته فورا حسين لبيب، رجعه مدير امن النادي يميدو، لو انت راجل روح اطرده، ده بقى اللي قتل الشهيد احمد منسي، مش انت ذكر وراجل ورجع وراي، لو ما كانش خيرت سامي السوكي هو اللي قتل الشهيد احمد منسي انا هعتذر لك قدام مصر، ارجع بقى للمحكمه، ارجع للنيابه، ارجع المسلسل المحترم اللي الشركه المتاحه اللي عملته والفيلم اللي اتعمل تمام خيرت سامي السوق، وارجع لنادي الزمالك شوف حسين لبيب اللي رجع ابو الارهابي ما هو اللي هو ومشربه ومخاين سامي السوق اللي انا طردته، رجعه مدير امن النادي، يا ذكر روح اطرد اللي قتل الشهيد احمد منسي.